Hello, hello, good morning, good Azul, j'adore Azul, Azul. Tu veux que je te fasse Nous sommes اليوم الحد صباح الحد صباح الحد الحد ما يخدم حتى هنا كنخدموا ديما ما عندناش الويكاند والخدمه ديالنا هي لا باسيون باش ما ننساش ديما خصني نتفكر ها نتفكر اشنو سمعت واشنو قالوا ليا ها الناس اللي ما مقتنعاش بالحرية ديال بلادها ceux qui sont pas satisfaits de la liberté de chez nous hein? La liberté du Maroc everybody is not satisfied with our freedom here in our country he had just to leave it's the talk of Hassan II اللي ما عجبتوش الحرية ديال البلاد وما كيحس براسو مغربي في بلاصة أخرى شي وراء الجدار شي وراء الجدار ديغيغ لي ميغ مخيمات الربوني اليوم مدينة الدار البيضاء انا راني جاي من المحمدية المحمدية مدينة الزهور مدينة الدار البيضاء اليوم لما ديمونش كتكون خاوية تكون كان لا كلاكسون ولا سيركيلاسيون ولا سيتي غاف قلت لكم اللي ما عجبوش الحال في هذه البلاد هذه يخوي هادشي اللي كنعرف انا يخوي الولاد واللي كيقول لك مخيمات العز والكرامه وانا دلو يمشي لسميتو يمشي يمشي من هنا يمشي على التقسيم يمشي يعيش في مخيمات الربوني والحماده والحقره والاغتصابات والعذاب والتورتور les violences, les viols et les tortures. مخيمات ديال تندوف اما في المغرب ولاو كيتمشاو في لي فواتور دو لوكس يتمشاو في لي فواتور دو لوكس كل بحالهم لي فواتور دو لوكس مبرعين ودايرين دي كورتاج وكيعايروا في المغرب يعايروا في المغاربه ويعايرونا بالمستعمرين ويسبونا الحريه كثيره هادي كثيرة بزاف 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 بينما الناس راهم مليوحين في الحبس السجون على أقل من ذلك واتهموا بالانفصاليين إذا المثالين ما عندناش معاها حنا خصنا كل شيء يتحاكم بحال بحال شنو هي ذاك سراق الزيت وأمينة أخرى شكون هما ها شكون اللي كيحميهم يمشي يحمي دوك الناس هذوك المنظمات الحقوقية و والإنسانية هيومن رايت واتش ولا هيومن ما نعرف شنو نعرفهم لما كانوش شادين الفيلة بتلفيل يمشيو يشوفوا سو كي سو باس الآلاف اللي معتقلة ما تقدرش تحرك اللي معتقلة من 75 إلى يومنا هذا لا قراية مقعدة ولا أمان ولا حرية تجول ولا حرية دولة في الرمال في الخلاء مناطق ديال التجارب النووية هادوك راه سيدي كيبتو البلبلة وعدم الاستقرار والتوتر في البلاد هادشي اللي كنشوف أنا يعني تراخي مراعاة للرأي العام الدولي ما خدامش هنا مقدمين لك النساء والاطفال النساء والاطفال يستغلوهم طفل ما عارف والو وهذوك النساء الطماعات هم كيعطيهم فلوس كيعطيهم الملايين اللي ما كانش يحلموا بها ومبرعينهم مخرين بهم ولادهم وجري لهم القطيع دابا هما حاسين راسهم كي كيعايروا كي كيسبوا المغرب بالاستعمار المستعمر كيحسبوا ان الشعب مديطلاشي على الدولة
مديت هادشي ان الشعب لا ان الشعب لا تعنيه قضيه الصحراء زعما غير الدوله هي اللي دايره هادشي. بينما الشعب دابا هذيك الاخرين شكون بناهم؟ هما كيظنوا على ان ديك دابا الخطا ديال الديور، لان خص احصائيات تحط ديما على ان هذيك البلاد تبنات بعرق سكان مغاربه ديال الشمال من الفوق من الجنوب ابتداء من الحدود ديال الساقيه الحمراء والذهب الى مدينه وجده، كانوا يؤديوا ضرائب وعناو لان كانت عاطيه معطيه اولويه لديك المناطق المحرره من طرف الاسبان هي الساقيه الحمراء والذهب، عطاوها جميع الامتيازات باش تلتحق بالاقاليم اقتصاديا واجتماعيا وتنمويا بالاقاليم الشماليه. حتى اليوم راه فاتتهم، فاتت المناطق بعدما كانت غير الخلا. سيتي لا بريوريتي بور لي بروفانس دو سيز ريكيبيري دو لاسبان، سيتي لي بريوريتي à tous les niveaux, économiquement, socialement. C'était la priorité. Il y avait tous les avantages pour tous les citoyens. De ces provinces du sud, des côtières de l'Atlantique. Il y avait tous les avantages par rapport aux Marocains du Nord. Donc, la réalité, c'est que les Maghariba sont actifs. Ils travaillent dans cette direction à ce qu'il faut qu'ils perdent l'aménité, le gaz et le sultan Kharia. Ils ont été éloignés de la ville. Ils ne croient pas dans le Maghreb, ils ne croient pas dans le Maghreb. أصلاً هذاك مكبر الصوت اللي كدير فيه سونز اوتوريزاسيون دايره مظاهرات بوحدها طالع السطاح، فهمتي؟ هذاك ازعاج للسكينه، هذاك ازعاج حاضر موجود زعما لي كاميرامان لي فوتوغراف لي كاميرامان دو لوان افيك لي زوم، ماشي الا مشى شي رجل سلطه يحيدها يصوروه ويديروا به زعما اشاعه عبر العالم. راه في الاسبان شو لي جي لي جون فين وصلوا معاهم لزال لا فرونس الزراوت، شوف انه لا ماتراك اللي وصلت في كاتالونيا ما عقلوا لا على الشياب لا على لي فيو ولا لا لي غون. ها لا فيولونس ديال لا بوليس اسبانيول لي فرونس دو لورد اسبانيول في الالمان في زيتازيني. Non, je n'incite pas à la violence, là. J'incite au respect, hein? Au respect de l'État, au respect des normes. Il y a une personne qui dit qu'il n'y a pas de problème, qui dit qu'il n'y a pas de l'estimement, l'estiqlal, la jumhouria. Je ne suis pas jumhouria, la jumhouria. كريها بومدين باغي ديروا لنا اجندا ديال بومدين، على دابا انتم غديروا دوله ديالكم، غديروا دوله كتحموا دوله ديالكم، ديك دولة ديال بوخروبا، دولة ديال القراريرو، القراقير هما اللي غادي يديوها لكم إلا كنتو كتحلموا بها، إلا كنتو كتحلموا، ما المغرب ما يطلقها لا هي ولا هما، ومازال يطالب بالأقاليم اللي وصلوا لها، إلا مازال يطالب بالصحراء الشرقية، الأقاليم المستعمرة من طرف فرنسا، إي بيان سور. ما عارفين والو، ما عايشين لا تاريخ لا والو، جايين هما فرضوا سيروا نتوما نتوما نديروا بيناتكم الفوط، نديروا المغاربة ديال الصحراء صحراء المغرب، نحطوكم نتوما معاهم ونديروا لكم ان فوط. الصراحة الناس مرتاحة، والمصيبة هذيك سلطانة خريا كتصوت كتمشي للانتخابات، جاني غير كومبخي ما فهمت والو في هذا الشيء هذا. كتسب النظام وكتساهم في النظام، كتساهم في اللي كيمشي ينتخب راه كتعتبر راسو مواطن مغربي، ان المواطن الاجنبي لا ما عندوش الحق يصوت. بيان سير
Sauf que quand j'ai article G, j'ai dérogation d'Elina, G. Donc, je voudrais voir si ils doivent agir de la sorte à chimie. Mais je ne suis pas ça. Mais je ne suis pas ça. On m'a d'abord qui dit un haro marocain bleu, mais ici, une bichir, à la chère, un flos, un automobilat, un villat, un voyage qui s'est fait. Moi, le mouchkidat, quand je suis le Jazaïro, quand je dis avec Sarah Kzit, quand je suis le Karakiro, quand je dis une mamra. ما ساسي فيها صاحبي، ما تمشي صافي تبقى تما ما ترجعش. دوماج انايا كون كنا انا كنت انا في وزارة الداخلية ما بزاف. سي بيان دوماج يدخل المسألة هذا الشيء انا ما كنسميش لا ليبرتي هذا الشيء. بالعكس هذا اكثر من التصارع هذا. كدير كانت ما كنامناش بواحد الدولة كتقول لك حنا مستعمرين. ايوا سيري عيشي، سيري عيشي في بلادك مع مخيمات العز والكرامة، سيري عيشي مع العقارب والفهم برا في المغرب، وعندك الدوش تحل الماء حرو بين يخرج الماء، وريك على السالو تشعل الضو، وسيري ليا مع عيشي مع العقارب، مع لي فيول، يومين تويزا ويومين يديرو لك، ديجا بعدا كتلعب على داك الجانب ديال انها فام انهم اعتدوا عليها وكتشيل المناطق الحساسة. وكتصور اللور ديالها وكتقول لهم راه حكواوني هنا وداروا هنا باش تبين فخادها باش اتيري لي فيو باش الناس يشوفوا لان هي هما هذوك الناس الكبيت ديال تيندوف يشوفوا ما نعرف انا لا بيومان رايت واتش ولا منظمات حقوق الانسان ولا هذوك الناس ما دايرينش خدمتهم كون دايرين خدمتهم يمشيو يشوفوا الناس اللي محنا على مشاو الايغور يمشيو يشوفوا الناس اللي حنا في المخيمات اللي عايشه مقهوره ما لا قيامه تاكل ولا قيامه تشرب. نتوما راه شرف ليكم توليو مغربيات بعدا على المغرب حاجه رخيصه المغرب حاجه رخيصه تولي مغربيه ومازال كت شنو تولي تولي قراقيرو ركبها تولي قراقيرو لان ما هذاك الشيء كرياسيون ديال بخروبه ديال المومدين ورك رسخوه ليهم في دماغهم حتى 45 سنه رسخوا الشعب ديالهم على ان المغرب اغتصب ديك الارض. فين كانوا هاد الناس هادو الوقت اللي كانت اسبانيا تماك؟ فين هو الحس ديال من الخمسينات والستينات الملك الراحل والملكين زوج الراحلين كانوا كيهضروا على هاد الاقاليم الجنوبيه استرجاع اقاليم الجنوبيه هنا كنرجعوا بشويه بشويه سيدي افني من طرفايا وكي وصلنا للاقاليم هادوك نطلنا نظن القراقيرو والقدافي اللي بزوج ماتوا موتا ديال العذاب واحد تجرجروه وبهدلوه وقتلوه في الواد الحار مع الطوبات واحد 40 يوم هو كوما مرهوج مسموم تبقات فيه 15 كيلو نوب المغاربة اللي طردهم وخذلهم ناير من راتور شينا طاردين 450 ألف مغربي دولهم الرزق ديالهم الممتلكات ديالهم من المنازل ديالهم وكيهضروا على فلسطين وحقوق المغتصبة هما مغتصبين الحقوق ديال ولاو رابطين القضية الفلسطينية بقضية الصحراوية الله ينعل اللي ما يحشم ومضاربين على البطاطا ومضاربين على الزيت ومضاربين على الخبز ما كاينش الخبز ما كاينش الله ينعل بول البترول والغاز اللي دار لكم الشين لي فينيون نهار اللي مشات لفرنسا وما مغيبلين المغرب exactement il faut finir le laxisme hein qui m'a daro في الريف qui m'a daro مع الحسيمة وداروا داك الشيء et pourtant في الديبار هذا كان غير مطالب اجتماعيه تم بعد باش بدا كيبدلت دخلوا الاجندات ديال القراقير ولونوا كل شيء ديروا لمام شد
انت كتنعتني بمستعمر وعايش في الماء ديالي والضو ديالي، كيسال الواي فاي ديالي والاتصالات ديالي الميكرو ديالي والفضاء ديالي كل شيء ديالي، كل شيء الامكانيات المسخره مغربيه باش تحاربني بيها. وسير عند القراقير وخدم الواي فاي ديالهم الى عندك في مخيمات العار. عندهم الصحراء ديالهم فيها 1 مليون متر كاري اي ميم بليس. بيان سيغ يفوت باردوني و تخاتخ لي تخاتخ الخونة ديال الداخل اخطر من خونة. قالك ديو بروتيج موا دو مي زامي مي زينمي جو لي كوني. الخونة ديال الداخل خصهم يتعتقلوا، خص شكون هو اللي غادي يدير لا بريسيون باش حتى المنظمات الانسانيه اللي كيحلوا فمهم وسامحين في ليفري المعذبين في تندوف، حتى هما عرفوا ان المغرب المغاربه ما بغاوش دوك الناس اللي يبدو عدم الاستقرار والرعب والتوتر في البلاد، ما عارفينش بالمغربيه ديالهم ما يبقاوش عايشين معنا هنايا. هزين لي الضربو مصاوبو بخروبه، هزين الضربو يحسبوا راسهم زعما عندهم الكره زعما هز درابو ديال بوخربا. اش غادي يدير لك هذاك الدرابو ديال بوخربا؟ غادي يعطيك الحريه على شتي الشعب ديالهم حر. 15 مليون اللي هجرت، 15 مليون اللي هربت من البلاد، 250 ميل اساسيني انتيغي، 350 ميل ديسباري، 350 ميل بلاد القراقير. العشريه السوداء شكون كريا؟ شكون كريا الجيهيه؟ بقى كيقتل في البشر شيوخا واطفالا. انت باغي تهز درابو الجيريان، هذاك الدرابو قراقير، هذاك الدرابو ماك عنده حتى علاقه، هذاك الدرابو صوب ديال فلسطين امبروفيزي وزايدين فيه لو كرواسون والهلال ديال تركيا اللي دايره دايرينو القراقير في درابو، دايرينو القراقير تاهما في الدرابو ديالهم. كي تشوف فيه فلسطين ودولة القراقير. هادو القراقير تسلطت علينا ما عرفناش منين تسلطت. سوسة ديال بصح انا والله العظيم انا كتجيني بيزار ان المغرب مخلي في هذه القضيه هذه. كتجيني بيزار المغرب كيفاش مخلي، اون سي با كاسكي الكلام. بالنسبه ليا بيزار تالمون بيزار كي المغرب مخلي هاد السلطان اخريا وسرق الزيت دايرين ما بغاو. والله القسم انا بعدا ما تقبلها والله. اش كنشوفهم دابا راه كنتفقس. سي نورمال باسكو هاد البلاد هادي سي هذاك الشيء كلشي اللي كيدير راه حنا عارفين باللي كديروا القراقير هما اللي كيديروا. بوخروبا قدافي، بوخروبا بالخص، بوخروبا من قبلو كان بن بلة حتى هو كان يخدم باش لانه كلا وشرب في القصر وعاش في القصر وتعاشر مع الملك المرحوم الله يرحمه وتهلا فيه محمد الخامس، كان داير ليه الماندات وكان متصاحب مع الحسن الثاني، وفي الاخر مشى بغى يدير لنا القلاب ويدير جمهوريه ويبقى خدام عند بوخروبا وعند بن بلة من بركة شفناها. إذن هادو تا هما لا ميم شوز، هادو لا ميم شوز، لا ميم شوز. هادو خونة ما فيهاش الإنسانية. الخائن ما فيه لا إنسانية لا والو، الخائن كيبقى خائن. علاش أنا نبقى مراعاة لحقوق الإنسان؟ ما كان حقوق الإنسان لا والو، حقوق الإنسان ديالي أنايا اللي عايش في هاد البلاد هاني ويجي واحد يبرزطني، فين هما الحقوق ديالي؟ هو تراعي لي الحقوق ديالو باش يبرزطني ويدير لي دولة وسط دولة، وأنا ما تراعي ليش الحقوق ديالي، راعي لي الحقوق ديالي أنا ولادي والأحفاد ديالي، خصني نعيش في واحد البلاد أمينة. أش كيديرو عندي هادو؟ كاس كيلفون لا، ما عجبهمش المغرب يلفيش لو كونديسي، يمشيو يعيشو في تندوف، يعيشو مع القراقير وتا هما يديرو الطابور على الزيت وعلى مبرعين، كيعطيهم لي سويت يعطيهم.
Bien sûr, on a toujours dit, et ça clique des traîtres. دوك تقربوا من القصر وتقربوا من الملك وشايفين كيفاش عايش وشايفين الحقد الحقد والكراهية على المستوى الاجتماعي الوقت اللي كان عايش فيه راه هضر على داك الشيء وتخامي نبيل هرباز وصغريمون إلى ديطاي داك الشيء وبغى ينتقم وكان يمشي بالتعليمات ديال بن بلة وبالوعود ديالو تابع بومدين تابع كل شيء ولاو دايرين عليه فينونسين ان فيلم ديال الفيلم اللي تفينونس راه ديالو الخونة ديال الدخل شكون يحاربهم؟ يحاربهم الشعب يحاربهم الشعب المواطنين المغرب لأن هادوك كيضايقوك في حياتك محدهم كاينين محد حالة الطوارئ محد الفلوس كتمشي باطل لأن دولة القراقيرو الخيريانو مفورماتين فرضوا علينا حرب كلنا كنخسروا الملايير ديال التسليح باش ندافعوا على البلاد وزايدين دايرين الناس سوسات وسط البلاد وحنا نخليهم يهزوا الدرابو ديالهم ويدوروا به لا يعقل صاحبي انا بعدا ما كنتمنيش هذه ليست حريه هذه يعني ليست حريه وليست بحقوق الانسان ام بيان سيغ انا جي سوي هاد الشيء جي سوي انترانزيز انايا صاري بهاد القضيه عطوني البوفوار هادوك باش ندير ليهم سيرتو هذيك المعظمه انا كندخلها في واحد الغار مع الطوبات نخليها تعيش معاهم حتى تنشف سرق الزيت وهذيك البياصه ديك حملات الخريا هذيك غادي نعطيها لوزو نروحها في لوزو هذيك سون بيتي انا معروفه دابا الخائن كان كيتعدم الخونه كيتعدموا صافي هادو خونه بالعله اللي هادو هازين درابو باغيين يوليو قراقير لان هذاك درابو الجيريا بوليزاريو هو الجزائر والجزائر هي بوليزاريو الجمهوريه الصحراويه هي الجزائر والجزائر هي الجمهوريه الصحراويه ما كاينش والمنتظم الدولي عارف اوروبا عارفه فرنسا عارفه كلشي عارفين ولكن عندهم مصالح وشكون هو اللي غادي يقضي على هذه الخونه هما المغاربه ما يخليهمش يتحركوا ما يخليهمش يبوجيو بدون تحريض من الدوله هلا دابا دايرين حنايا نسهم اكتيفيست كندافعوا على بلادنا دابا محرض الاراده ديالنا كذلك خصنا هادوك ما نخليهمش يتحركوا خصنا نحاربوهم اعلاميا ما عندهمش الحق يدخلوا لهاد البلاد كاع نهائيا هادوك خدامين مع الجيريا الجيري هي اللي خدامه معاهم الجيري عندها لاجوندا ديالها الجيري مخليه كاع القضايا ديالها في اي حاجه عندها غير البوليزاريو خاصها تدي لاتلانتيك تيك 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 باغ نيمبورت كان مويا ومن تماك تدخل لك تزيد تكمل لك تقول لك الصحراء ماشي هي هذه باقي فيها ورزازات وتالودانات وقرميمه وطرفايه وسيدي افني وطنطان وطاطا وتبقى تدخل لك غير بشويه بشويه هذا الشيء راه خطير راه شوف خصك تفكر شي هذا العام ولا عامين ولا 3 سنين ولا 10 سنين يفو بونسي دون 200 زون ولا 300 زون الاحفاد ديالك هادي لوموك انك ما عقتيش داز عليك القلب كيهزوا لك درابو هنايا في المغرب وانت ساكت انا تلاقاها حدايا نمرمقها كما انا عجبني داك اليهودي اللي شاف سرق الزيت كتعشى في واحد لوطيل في نيويورك ديك امينته خريته هي قال لي انت يا مغربيه وكتخوني بلادك حشوم عليك تخوني الوطن ديالك هذا مغربي يهودي قال لي هذا الرستوران اللي تحديتي فيه انا ما نبقاش نجي ليه انا يهودي مغربي جاتو الغيره على بلادو وحنا الاحزاب عندنا ينوضوا غير على الفاكسان وينوضوا غير على الحوايج نوض لي على هادي على الوحده الترابيه وعلى السياده ديالك وعلى الكرامه ديالك كمغربي هادو اللي راه يهدولك لان هادشي كيوجدوا للمستقبل كيربيو حتى هما احفاد كراهيه المغرب يزرعوا لك السوسه اللي ما يخليوكش de sentir en sécurité. Tu ne sentiras jamais en sécurité. Il me dit, mais il y a de l'insécurité et de l'incertitude. Adam Liakin, Adam Takoud, 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 Adam Takoud,
يخرجوا مع واحد القضيه على 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 القضيه الوطنيه، على هاد الزوج يهزوا التصاور ديالهم وينعتوهم بالخائنات وكل الاتباع ديالهم بالخائنين، ويوقفوا كيما وقفوا بالملايين على على امور اللي هي عندنا قضيتنا مقدسه حتى هنايا. اذا كانت فلسطين مقدسه كيخرجوا لها بالملايين، نخرجوا ضد هاد الخونه بالملايين. بوركوا با، فين هما هاد الجمعيات؟ فين هما هاد الاحزاب؟ فين هما اللي غا بوغ غير كتلقى شارع محمد الخامس، الساحه، لا كونكورد، لا فيكتوار، البرلمان عامره. خرجوا خرجوا باش يعرف باش يعرف الراي العام الدولي ان المغاربه متشبتين بالاقاليم الجنوبيه الساحليه على المحيط الاطلسي الاطلنطيك تيك تيك اللي كتحلم به دوله الخراخير. هما كيخدموا اجنده وحنا نتفرجوا فيهم. خصها تحرك وخص الشعب يتحرك. الفول لي شاسي دي بي، خصهم يمشيو يعيشوا لهي، ما يبقوش عايشين معنا هنا. ياك صراخ الزيت كيعطيوها السويت كتبات فيه ب 11 مليون، 11 مليون سويت، وكدير فيه السيلفي وكتصور فيه وكتفتخر وكترولي في اللوكس ترولي في البورش، كترولي في الكات كات لا هي ولا الاخرى، وكيجمعوا في البشر ويديهم يديروا وقفات احتجاجيه بالطوموبيلات. كاين كان عندهم الطوموبيلات وقت اللي كانت اسبانيا تماك، وقت اللي كانت الاسبان في الصحراء، واش كان تماك شي واحد من هذوك عنده شي طوموبيل؟ واش كان عندهم الضو؟ واش كانت عندهم الطرق معبده؟ واش كان عندهم الاسواق؟ كان عندهم لي بوتيك؟ كانوا عندهم لي مول؟ كانوا عندهم لي سونتر كوميرسيو؟ كان عندهم المعاهد؟ كان عندهم كليات ومدارس؟ الاسبان ما كان دارت لهم والو، اسبانيا ما كانت دايره والو، كانوا عايشين في الخيام. صراحه هي هذه راه ماشي معيور، هذا تاريخ. المغرب هو اللي خسر دم جوفو على ديك البلاد واستثمر فيها الملايير، الملايير اللي استثمرت تماك، والضياع اللي ضيعته لنا دول في القراقير والجزائر، ضيعت لنا الضياع ديال ديك البلاد. كون هذيك المناطق تكون تخصصت الجبال ولا الريف يتصاوب الناس اللي يستاهلوا اللي رجال. اما هذوك بحال هذاك النوع اللي ولاو يجمعوا الجوقه من تماك، وكيشوفهم الاحزاب ديالنا، كيشوفهم الاحزاب ديالنا، لا حزب الاستقلال اللي كيامن تين ديوف مغربيه وبشر مغربيه وتيمون، فينا هما ديالهم؟ ما يخرجهمش ضد هذوك الناس. وقفات اللي طردي هذوك الخوانه من المغرب، تلاحقوا مخيمات العقارب. فينا هو الحزب اللي كيامن بالوحده الترابيه؟ وفينا هما الاحزاب اللي يامنوا بالسياده ويامنوا بالملكيه؟ فينا هما؟ كنشوف انا اكتيف ضاربين غير على مسائل اخرى، هذه هو اللي مهم. كنشوف انا هذا سي مون اوبينيون. مون افي موا، سي جافي لو بوفوار هاد الامور هادي، من هادشي ما نسكتش عليه. ولكن بغيت دابا لي زاكتيفيست، بغيت المغاربه المواطنين المغاربه يتحركوا في هاد الاتجاه، على انهم يهضروا على طرد الخونه من المغرب. سيتو طرد الخونه، والخونه معروفين شكون هما، يطردوا من المغرب، يمشيو او يمشيو للحبس، يعتقلوا بحال اللي تعتقلوا اكثر منهم، ما داروا قل منهم وتعتقلوا لسنه. هما دولة القراقير كانت كتعتقل المغاربه 25 عام، بورتو ما عندهاش الحق. مغاربه عندي صحابي انا مشاو للحبس، بروموسيون ديالي مشاو من 79 هما في الحبس حتى الالفينيه، حتى ولادهم داروا جمعيات داروا جمعيات وجاو عليهم الحبس داخل التراب الجزائري دولة القراقير. وحنا عندنا واحد يجي يهز درابو ديال البوليزاريو مصابو بخروبه، وتخليه السلطه وتخليه يقول حق راه يصورونا وحقوق الانسان، كاع يصوروني نعطيه انايا بالشاقور الراس. من بعد راه كيخرب ليا في الامن ديالي، انا مواطن ما باغيش انت، لكن الدوله انت كتطرح حقوق الانسان، راعي ليا انا حقوقي. كنت باغي انا واحد يري واحد غادي يبرز في المستقبل، يربي واحد الجينيراسيون يتبرز ليا ولادي والاحفاد ديالي في المستقبل. هذيك راه بروسيسيس دو ريدومسيون، سي بروسيسيس هذيك، فهمتي؟ راه سي كيرسخو في هاد الشيء، كيشدو دري صغار اوندوكتريني، كيقول لهم هذا راه استعمار، المغرب استعمار اللي صوب لك الطرقان وصوب لك الدوس ودخل لك الواد الحار ودخل لك الماء الحلو وموفر لك جميع ما تيسر من الخيرات البلاد باش تبرع بهم، وتقول المغرب استعمار. الاستعمار كيعذبك، كيدير لك لا تورتور،
يدير derrière لي بار لي في البربولي اسمح لي تاع كل مغاربه دو بوجي صراحه. انا بغيت نشوف غير الاحزاب نشوف هاد الجمعيات اللي كيستطاعوا انهم يجمعوا الناس في الساحات وفي الشوارع والهضره وهذوك الصحافه وهذوك كاع دوك الصحافه دوك المئات ديال الصحافه اللي كيبانوا يبانوا في هذه القضيه يبانوا في هذه القضيه ديال الوطنيه. هاد الخائنات اللي كيهزوا الدرابو اللي مصوبه الجزائر وكيجيو يهاجمونا وكيسبونا بالمستعمرين كيسبوني انا دابا انا مغرب لا فرق بين المغرب وبين شعبه. المغرب المحتل راه كتهضر على الشعب المحتل كيحلموا هما يجريو على المغاربه داخل صحراء اولهم كما داروا المغاربه في الجزائر وداو لهم الممتلكات ديالهم وداو لهم الارزاق ديالهم عاطينهم هاد الوعود. وفينا هما الاحزاب فينا هما الجمعيات وفينا هما الصحافه. هذا موضوع ديال اليومين يتجبد العالم كامل يعرف ان الشعب هو اللي ما باغيش هاد السلطنه تخريا وسرق الزيت واتباعهم وكلهم اللي يهز درابو ديال الجزائر لان هذاك درابو جزائري. راه الجمهوريه الصحراويه راه جمهوريه جزائريه راه البوليزاريو سي لارجيري بوليزاريو سي لارجيري ولارجيري سي البوليزاريو. راه ما كاين لا دوله لا والو هادوك تبناهم بومدين ودارهم فيصل ودوله تابعه ليه. يوم يقريوكم عباد الله فينا هما الاحزاب و سون لي بارتي فينا هما لي بارتي فينا هما دوك الناس اللي كيخرجوا للشوارع واللي كيخرجوا امام الهيئات الدوليه. المهم تبارك الله عليكم كاين الناس اللي وطنيين وكاين الناس اللي شبه وطنيين وكاين الناس اللي ماشي وطنيين كاع وكاين الناس اللي غدارين هادو كاع نقدروا نرجعوا للطريق المستقيم. اما الخائن اللي كيهز درابو ديال بوخروبه مصوبو بوخروبه ديال القراقيرو هذاك ما خصوش يكون بينا ياكل معارقنا لان حنا كنخلصوا ضرائب هذيك البلاد باش تبنات. خلصنا ضرائب صحيحه ومساهمات صحيحه وضحينا بالفقر وضحينا بالقهره باش تبنى الصحراء وتجي تلقى هذيك اميناتو تلقى هذيك المسخه هذوك يلقاو يتبرعوا يتمشوا الناس مغاربه هنا لداخل الشمال ما عندهمش دوك الطوموبيلات ما عندهمش ديك لي مويان اللي كيدوروا بهم تماك. الاسعار عندهم كل شيء موفر دومي طاريف. لا هي كنخليكم الا ما رديتوش البالو ما ناضوش المغاربه دواو غادي يولي عندك تماك ايران وتولي عندك الشيعه ويولي عندك العمليات الانتحاريه وراهم هدوك باش يدخلوا لك الرباط وهدوك باش يدخلوا لك الدار البيضاء وهدوك. فينا هو المجتمع المغربي فينا هما الاحزاب من كتسمع التهديدات انهم غيضربوا داخل المغرب فينا هما نيني فينا هما حاضين غير هذا عنده هذا ما عندوش هذا فينا هما اسمح لي بوجي افون كو سا سوا ترو تار بوجي افون كو سا سوا ترو تار. راه داروا لك تهديد مباشر ما عقلوش عليك قالوا لك غندخلوا نضربوا داخل الرباط وداخل مراكش وداخل الدار البيضاء. بوجي عندكم الموبيل عندكم الدافع باش تبوجيو راه عندكم الدافع. وفينا هما الاحزاب انا كنحمل المسؤوليه للاحزاب اللي كتعتبر راها الدافع على حقوق المواطنين. هما حنا الحقوق ديال المواطنين مهضومه ديالنا كيهدونا بالارهاب وكيهزوا لنا درابو واحد اخر ديروا بحال لي اسبانيول اللي ناضوا ليهم بحال كاتالونيا. فينا هما اذا هنا كان حنا لا كنا ناعسين حنا هما راه كيقضيو في الغرض هادشي سي با. شوف انا راه عشت تماك وهاد الموضوع راه ما عمرو يتنسى وديما كيقبلوا يقلبوا على ميزان القوه. نهار اللي تكون عندهم القوه غيطحنونا ناس يسون كاباب دو تو فير. الا ما بوجاوش المغاربه وما شافوش المنتظم الدولي ان المغاربه هما اللي كيقولوا الصحراء مغربيه وهما اللي كيقولوا هادو خوانا يجب طردهم الى مخيمات الميزيريه والزلط والعجاج عاد باش تعرف. اما تبقى تفرج ولا في ما خدامش داكشي ما خدامش. وبالخصوص كنحمل المسؤوليه الناس اللي كيخرج اللي عندهم سلطه على المجتمع واللي عندهم السلطه اللي كيخرجوا خرجوا على الفاكسان بالملايين. حتى هذا راه اكثر من الفاكسان هذا انت زعما كتقول ما ديش الفاكسان باش تعيش هادو راه ما غاديش يخليوك تعيش هادو راه يكونوا بينا لان الخونه ديال الداخل راه سو غوبرودوي كيتكاثروا التكاثر. غير اللي عنده مشكله غادي يولي حتى هو من الخوانه غير اللي عنده شي بروبليم بيرسونيل غادي يولي من الخوانه وتبقى غادي وكيتكاثر لك داكشي في البلاد.
Alors il faut haïdou le concert, la gangrène, qu'on va te faire. Tbarakallah alaykoum, bon dimanche. Chauf, ana raka nahdar بالاكسبيرونس ديالي. جو سوي غران بير، انا جد عندي احفاد ديالي وكنشوف بعيد، ما كنشوفش هاد العام، كنشوف دون 50 دون 100. شكون كان كيتوقع ان الجزائر غتخدع المغرب اللي كان هازها عنده؟ شكون كيتوقع ان بومدين وبنبله وبوتفليقه وبوصوف وبن صلاح وكاع لاكليك اللي تزادت في وجده وكبرت في وجده وكلاو في وجده وعاشوا في وجده وخرجوا خونه ضد المغرب؟ الو ريفينو راه ما كاينش. كون كانوا كانت توقعات هذاك راه واحد الخميس ما يهزهمش، يقول لهم اسيدي سيروا فرنسا، ويقول لفرنسا اعطيني الاراضي ديالي انا معاك. كل واحد يضرب على عرامه، كان لا خونه لا والو، كان لا خونه. اليوم هما مطبعين مع اسرائيل، ومن تحت يقول لك حنايا حنا ضد اسرائيل وحنا ماشي مع التطبيع. انتم مع التطبيع والتطغيل وكل شيء معاه. تبارك الله عليكم، وعاش المغرب، والموت للخونه.